ABC français avec Manal. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on est avec zéro français. صفر فرنساوي. ما تنساش تدعمنا سبسكرايب اشتراك لايك لو الفيديو عجبك تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. On commence. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة لايف تاني ان شاء الله من زيرو فرنسي صفر فرنساوي، واللي بنبقى محتاجين فيه ناس صفر علشان نأهلهم ان شاء الله ان هم يتعلموا اللغة الفرنسية. معاكم مدام منال معلم اول لغة فرنسية و16 سنة خبرة في التدريس. المرة اللي فاتت خدنا وتعرفنا على اهمية اللغة الفرنسية ومميزاتها، وكمان عرفنا شوية كلمات احنا بنعرفها كل يوم في اللغة وهي موجودة في حياتنا اليومية مع اختلاف طبعا او تظبيط في النطق بتاعها. طيب خدنا كمان الالفابي فرنسي ونطقناهم كلهم، ويا رب ان شاء الله تكونوا ذاكرتوهم معايا. ونشتغل النهاردة اللايف المرة اللي فاتت قطع على الحروف الساكنة والمتحركة. النهاردة هنبدأ من عندها ونكمل. بسم الله. عندي حروف اسمها الحروف المتحركة اللي هي les lettres voyelles. احنا عايزين بس نعرف ايه هما. هما ستة عندنا في الفرنسي، مش خمسة زي الانجلي مش زي الانجليزي. حروف الستة اللي عندنا في الفرنسي A كلنا المفروض بقى عرفنا خلاص نطقهم، يعني تنطقوهم معايا. E I O U Y. طيب الحروف المتحركة بنستخدمها في ايه؟ الحروف المتحركة بتساعدنا ان احنا ننطق الحروف الساكنة، يعني ما ينفعش ننطق حرف ساكن بدون حرف متحرك. الحروف الساكنة اللي موجودة عندي هما الحروف المتبقية، هما دول. نراجع كده هوت نطقهم تاني معايا. Les lettres consonnes. يعني ايه consonnes؟ يعني ساكن. ايه هم الحروف الساكنة؟ هم المتبقيين من ال 26 حرف اللي عندنا بعد ما شلنا منهم الست حروف الفويل. B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z. زي ما قلنا ما ينفعش ننطق الحروف دي من غير مساعدة الحروف المتحركة. طيب احنا لو بصينا كده هوت، محدش سألني ليه القش انا جايباه لوحده. القش جايباه لوحده، ولو لاحظنا انا عاملة القش، لو لاحظنا انا عاملة ورقة بالحروف المتحركة باللون الاصفر، ورقة بالحروف الساكنة باللون الروز. ده ليه؟ ده علشان نفهم حرف القش. حرف القش هنا في مشكلة بسيطة عايزين نعرفها عنه. ايه هو؟ حرف القش هو حرف كونسون ساكن، عشان كده جه مع الحروف الساكنة، تمام؟ ولكن احنا لو بصينا على صفات حرف القش هنلاقي معظمه واخد اللون الاصفر من الحروف المتحركة، واخد بس لو بصينا حاجة بسيطة جدا من اللون الروز اللي هي الحروف الايه؟
الساكنه. طيب ده انا عايزه ارمز ليه لايه هنا اهوت، عايزه ارمز ان الحرف الاش دوت ليه وظيفتين عندي او بيقوم بدورين. الدور الاولاني هو اساسا حرف ايه؟ هو اساسا حرف كونسون، حرف ساكن. تمام، حلو قوي. الحروف المتحركه ليها وظائف مهمه جدا جدا في اللغه الفرنسيه وفي القواعد وفي النطق طول ما احنا ماشيين هنتعلمها. طيب الحروف المتحركه قلنا ما ينفعش او بتساعدنا ان احنا ننطق الحروف الساكنه. حرف الاش بقى رغم ان هو حرف كونسون ساكن ولكن واخد معظم الصفات او معظم الدور اللي بتقوم بيه الحروف المتحركه، واخد حاجة بسيطة جدا من صفات الحروف الساكنة او من الدور اللي بتقوم بيه الحروف الساكنة. فالاش عندي بتقوم بدورين، دور بيقوم بيه وبيعمل زي الحروف المتحركة، والدور التاني بيقلد الحروف الساكنة وهو اساسا حرف كونسون ساكن. بس في الغالب حرف الاش اساسا في اللغة الفرنسية هو حرف صامت مش بننطقه، يعني ما يجي لنا في الكلمات مش هنلاقيه بيتنطق خالص الا في كلمات بسيطة جدا جدا جدا. حرف الاش عندنا اما يكون اسمه اش اسبيري، الاسبيري هي اللي بتقوم بدور الحروف الساكنة، والاش نوي هي اللي بتقوم بدور الحروف المتحركة. مش هنتطرق اكتر من كده فيه، ولكن اعرفوا بس ان هو واخد دور كبير قوي من الدور اللي بتقوم بالحروف المتحركة. يعني كل ما الحرف المتحرك هيأثر على حاجة طول ما احنا ماشيين في الحروف او في الكلمات، الاش بيعمل زيه. امتى بنعتبره حرف ساكن او امتى بيقوم بدور الحرف الساكن؟ في كلمات ضئيلة جدا بتتعدى على الايد. تمام؟ طيب نبدأ بقى كده مع بعضينا ونشوف المقاطع الصوتية اللي احنا هناخدها النهاردة ان شاء الله مع الحروف المتحركة. في الانجليش اما باجي اسس طفل عندي عشان يعرف يقرأ كويس، بنبدأ نديله الحروف كلها، نديله الحروف المتحركة، ونبتدي بعديها ندخله على المقاطع البسيطة من حرفين، وبعد كده اللونج فاول والشورت فاول لحد ما ايه يعرف ينطق اي كلمة. احنا هنبدأ مع بعض النهاردة ناخد مقطع بسيط جدا من المقاطع الصوتية اللي هي اسمها بالفرنساوي سيلاب، اسمها سيلاب. يعني ايه سيلاب؟ يعني حروف متركبة سواء بقى مقطعين او ثلاثة او اكتر. النهاردة هنبتدي بالحروف الصوتية او المقطعين من الحروف اللي عندي، وهناخد كلمات بسيطة النهاردة، ونبدأ ان شاء الله مع اول حرف عندي ساكن مع حرف متحرك، حرف البي. زي ما قلنا من شوية ان الحروف المتحركة هي اللي بتساعدنا ان احنا ننطق الحروف الساكنة، فاحنا هنشتغل دلوقتي ناخد كل الحروف الساكنة اللي عندنا وهنحط جنبها كل الحروف المتحركة ونبتدي ننطقهم مع بعضينا. نبدأ كده ب، واللي ما حضرش اللايف بتاع المره اللي فاتت هيراجع معانا نطق الحروف المره دي تاني واحنا شغالين. ب آ، ب مع آ هيدينا سيلاب، نسمعه كده، قلنا سيلاب معناها مقطع صوتي. با 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 با، ب زائد أ هيدينا ب ب ب، ب زائد اي هيدينا بي بي، با ب بي. ناخد ثلاث حروف التانيين، ب او هيدينا بو،
بو بي يو هيدينا بي 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 زائد إغريك هيدينا بي بي تاني بو بي بي حرف التاني الكونسون معانا يعني الساكن حرف السي نشتغلهم بترتيب الحروف المتحركة اللي عندنا الفويل فويل أ فويل أ فويل إي فويل أو فويل إي فويل إغريك طيب يلا معايا سي زائد أ هيدينا كا 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 سي زائد أو هيدينا كو كو سي زائد يو هيدينا كو كو سي زائد اي pardon سي زائد او هيدينا سو سو سي زائد اي هيدينا سي سي وسي زائد إغريك هيدينا سي سي حد لاحظ حاجة هنا لاحظنا هنا إن حرف الأ وحرف الأو وحرف الإي تعالوا نحطهم كده مع بعضيهم عشان نوضح أكتر اللي أنا عايزة أقوله ونحط دول مع بعض التلات حروف دول الثلاث حروف دول مع حرف السي الآ والأو والإي مع حرف السي حرف السي هنا هو طلع صوت ك ك فبقت كا بقت كو بقت كي حرف السي مع آ ومع أو ومع إي هينطق ك كا كو كي لكن حرف السي اما يجي مع الثلاث حروف دول الفويل اللي هما ايه اللي هما الاو والاي والايجريك لو لاحظنا طلع صوت ايه طلع صوت س بقى س سي سي تاني حرف السي اما بيجي مع الثلاث حروف دول بيطلع صوت حرف السي ما بيجي مع الثلاث حروف دول بيطلع صوت س كا كو كي س سي سي تمام ناخد الحرف اللي بعده دي دي مع أ هيدينا دا دي مع أو هيدينا دو دي مع يو هيدينا دو دو دي مع او هيدينا دو دو دي مع اي هيدينا دي 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 مع ايغريك هيدينا دي دي نتعود على الصوت اللي بيطلع من كل حرف علشان نتعود عليه دا دو دي دو دي دي اظن بقى كده تقدروا تساعدوني في الحروف الجاية لاني تقريبا اصوات الحروف شبه بعضها خلاص ها
اف زائد او. مين يقول هيدينا ايه؟ هيدينا فا. فا اف زائد او هيدينا ها فو. فو اف زائد يو هيدينا مين ينطقها دي؟ في. في الناحية التانية اف زائد او هيدينا ف. ف في 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 يبقى فا فو فو ف في في. الحرف اللي بعده ها زي ما طولنا شوية في حرف السي، خلي بالكم هنطول شوية في حرف الايه. ها مين يفتكر نطقه؟ جي. حرف الجي مع الآ هيدينا جا. جا نركز شوية. جا حرف الجي مع الأو هيدينا جو. جو حرف الجي مع الأو هيدينا جو. جو بصوا اللي هيحصل دلوقتي، حرف الجي مع أو هيدينا جو. جو حرف الجي مع اي هيدينا جي. جي حرف الجي مع الاي جراك هيدينا جي. جي لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان التلات حروف دول مع حرف الجي طلعوا لي منه صوت ج ج، لكن حرف الجي مع التلات حروف دول طلعوا لي صوت ج ج متعطشة. يبقى تاني جا جو جو ج جي جي. تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي حرف السي صوته بيبقى متغير مرتين، مرة مع الحروف دي التلاتة دول اللي مع بعض، ومرة مع التلاتة اللي على اليمين دول مع بعض. نفس الكلام في حرف الجي مع التلات حروف دول بيطلع صوت، ومع التلات حروف التانيين بيطلع صوت تاني. نيجي لحرف الجي. ها جا جا جو 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 جي 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 جا جو 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 جي جي. اشتغلوا معايا بقى في الحرف اللي جاي، يلا تقريبا كده هيبقوا شبه بعض كل اللي جاي. ها كا كا كو كو كي كي. الناحية التانية ك ك كي كي كي. ها يلا معايا انطق بقى. ها لا. تمام لا لو لو لو
لو في مجهود بيطلع زي ما احنا قلنا في حرف الاو. ها لو لو لي 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 زي ما احنا ملاحظين الاي جراك طلع صوت الاي. يلا ما ما مو مو مي مي م م مي مي نا نا نو نو نيو نيو ن ن ني ني ني. با با بو بو بي بي ت ت بي بي بي. خلي بالكوا بقى معايا في الحرف اللي جاي، حرف الكي ده، حرف الكي هأجله شوية عشان هيعمل لي لخبطة في الحروف اللي أنا عاملاها دي، هنأجله شوية للآخر فركزوا معايا. هنكمل وهنأجله لآخر حاجة. يلا غا غا. طبعا زي ما قلت لكم حاولوا تتعودوا ان حرف الار اللي هو الاغ تنطقوه غين، علشان كل الفيديوهات اللي موجودة حبيتوا تسمعوها بعد كده على اليوتيوب هتلاقوا غو غو غي غي غ غي غي غي. سا سا سو 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 سي سي. تا تا تو 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 ت ت تي تي. فا فا فو فو في في ذ ذ في في في. خلي بالنا حاجة بسيطة كده، حرف الفي عندنا في الفرنسي مفيش في اه، مش هتلاقوا كلمة فيها في اه، ولا هنلاقي باردون حرف الدبل في، باردون احنا لسه في الفي، دبل في هو اللي هتلاقوا فيها حاجة من الحروف المتحركة دي. حرف الدبل في عندي نخلي بالنا بيتنطق بصوتين، تاني الدبل في عندي بيتنطق بصوتين، يعني ايه؟ يعني اما نلاقيه صوته و و، او نلاقي صوته ف بيطلع لي صوت حرف الفي. فانا عندي هنا لاما هتبقى و و، لاما هتبقى فا فا. تاني
دبليو في عندي ليها صوتين، صوت بيطلع و و او صوت بيطلع ف ف اللي هو صوت حرف الفي. فلا اما هنا هلاقي كلمات نطقها و او هلاقي كلمات نطقها ف. طيب و او فو، ما عنديش في الفرنسي كلمة فيها دبل في وبعد كده اي، ما عنديش كلمة فيها دبل في وبعديها او. هنا عندي هتبقى ايه؟ وي او في، وي او في. ما عنديش كلمة بدأ بدبل في وراها ايجريك. طيب نكمل، ننتبه برضو في الحرف اللي جاي، حرف الإكس. إكس زائد أ، جزا جزا. لو ركزنا شوية هنلاقي الصوت اللي بيطلع عبارة عن ج ج في الأول، بسيطة مش باينة قوي، وبعديها ز ز تبقى جزا جزا جزا. جزو جزو جزو. او نخلي بالنا حرف الاكس ممكن يطلع صوت كسو كسو. يبقى احنا دلوقتي ممكن نسمعه بصوتين في الكلمات. في كلمات هنسمع فيها صوت الاكس مع الفويل اللي موجودين قدامنا تطلع لنا صوت جز جز، يعني اوله ج ج. وفي كلمات هنسمع فيها صوت الاكس مع الفويل يعني مع الحروف المتحركه اللي قدامنا هتطلع صوت كس يعني ك ك وبعد كده س. يبقى كسو او جزو جزو. ها مين يطلع جزيو جزيو جز جز او كس كس. ها جزي او كسي جزي. تمام، يبقى صوت الاكس مع الفويل لا اما هنطلع منه ج ج جز جز او هنطلع منه ك زائد الفويل اللي بعديه. نيجي لاخر حرف معانا وبعد كده نرجع للحرف اللي احنا سبناه، زا زا زو زو زيو زيو ز ز زي زي زي. حرف اللي احنا سبناه اللي هو حرف الكي، حرف الكي اما بيجي وراه حروف تانية لازم هتلاقيه جاي مع مساعدة حرف الاي. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل كده ونبتدي ننطق تاني. حرف الكي عندنا اما بيجي وراه، هو ممكن يجي في اخر الكلمه لوحده عادي وممكن يجي وراه حروف تانية. اما بيجي وراه حروف تانية هنلاقي اي كلمه عباره عن كي جاي وراها على طول حرف الاي. وكمان حرف الاي هنا اعتبره مش موجود صوتيا. تاني، حرف الكيو عندنا هنلاقيه في الكلمات جاي لازق فيه طول ما احنا ماشيين، طول ما الكلمة ورا او طول ما حرف الكيو ورا حروف تانية هنلاقيه لازق فيه جنبيه على طول حرف الايه؟ حرف الاي. طب هل الاي هنا هوت هتطلع صوت معاه؟ لا، يعني اعتبرها مش موجودة صوتيا ولكن موجودة كتابة. فاحنا هنا هننطق ايه او هنطلع صوت ايه؟ هنطلع صوت الحرف الاولاني اللي هو الحرف بتاعنا الكونسون اللي هو حرف الك.
كيو ونطلع صوت حرف الأ فهتبقى كا كا. محدش يجي يقول لي حرف الإي هنا هوت ما طلعناش صوته، لا صوته مخفي، صوته مش موجود في الكلام ولكن موجود في الكتابة، فهنا هتبقى كا. قلنا دايما هو لازق معانا في الكلمات اللي بتيجي مع حرف الكي، فهنا هنقول هي ها يلا هنعمل ده عشان نفهم كده اكتر، نخبيه كأنه مش موجود وهنقول ايه كو كو كو. ها نخبي ده كأنه مش موجود ولكنه وننطق هتبقى ك ك ك. قلنا حرف الاي دايما بيبقى لازق وراه رخامة غتات. ها نخبيه كده عشان ايه ما نتلخبطش وننطق يلا كي 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 كي. ها ننطق كي 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 كي. تاني نراجعهم كا كو كي ك كي. طيب حرف القش احنا ما جبناهوش ليه؟ لاني انا قلت من شوية ان حرف القش هو حرف صامت، حرف نوي، كلمات مش هننطقه الا في حالات ضئيلة جدا، والا لو جه معاه حاجة تانية ممكن تخليني اغير صوته، ولكن هو عامة حرف صامت لا ينطق في اللغة الفرنسية. طيب عايزة اقول لكم ان الحروف اللي احنا خدناها النهاردة دي اللي هي الحروف الساكنة مع الحروف المتحركة الكونسون مع الفويل، طلعنا منهم اصوات في المقاطع او في السيلاب اللي مكونة من حرفين اتنين بس اللي هو كونسون زائد ايه زائد فويل. عايزة اقول لكم ملحوظة صغيرة قوي، الاصوات اللي احنا طلعناها دي مش هتبقى ثابته معانا طول ما احنا ماشيين في الكلمات. ده ليه؟ ده لان ممكن يجي حرف تاني ورا الحرفين اللي احنا نطقناهم طول ما احنا ماشيين يغير لي صوت في الجمله او في الكلمه. تاني احنا خدنا النهارده صوت بيطلع من حرفين مع بعض، الحرفين اللي احنا خدناهم النهارده ممكن بعد كده يدخل حرف تالت معاهم يروح مغير لي في نطق حرف منهم، او بمعنى اصح يكون مقطع صوتي جديد مع الحروف المتحركه. فاحنا مش عايزين نثبت المقاطع او الصوت اللي خدناه النهارده هنمشي بيه على طول، احنا هنمشي بيه بس في خلال المقطعين بس اللي احنا خدناهم النهارده. طيب تعالوا بقى ندخل على كلمات، وانا علشان نذاكر كلمات الطفل الصغير اما بنيجي نعلمه وهو صغير الكلام مش بنعلمه كتابة، بنعلمه الكلام شفوي، فانا هركز ان احنا نتعلم شوية كلمات بسيطة جدا النهاردة، ولكن مش عايزاكم تركزوا على الكتابة بتاعتها. ليه؟ علشان احنا لسه ما خدناش كل المقاطع الصوتية بتاعت الكلمات، فممكن تتضايقوا شوية اما تشوفوا الحروف في الكلمة، هتقعدوا تقولوا طب دي اتنطقت هنا كده ليه؟ طب ليه ما طلعناش الصوت الفلاني؟ وده علشان احنا لسه ما خلصناش المقاطع الصوتية. فاحنا نعمل ايه بقى اما نيجي ناخد كلمات حتى لو ما خلصناش المقاطع الصوتية؟ احنا نركز على النطق من غير حتى ما نبص على الكلمة، مش دلوقتي، خلي تركيزنا بس ان احنا كأننا لسه اطفال صغيرين بنتعلم الكلام عن طريق السمع وبس ونردده. طيب هناخد النهاردة تحيتين نقدر نقولهم للاشخاص. ها بالنهار هنقول بونجور
Bonjour. 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 يعني bonjour طبعا من الصورة واضح ان هي صباح الخير. صباح الخير دي التحية اللي بيقولوها الفرنسيين خلال فترة النهار كله. يعني قابلتك الصبح، قابلتك بعد الظهر. بونجور ممكن تتقال في اي وقت خلال فترة النهار كلها. طيب نيجي هنا هوت فترة المساء بنقول ايه فيها؟ بنقول او بونسوار. نتعود على الغ. بونسوار. بونسوار. بونجور. بونجور. بونسوار. بونسوار. بونجور. بونسوار. ادي كلمة بتاعت بونسوار وادي الكلمة بتاعت بونجور بغض النظر عن المقاطع الصوتية اللي في الكلمة اللي احنا لسه ما تعرفناش عليها. Les nombres. Les nombres. أول حرف أول رقم. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 يبقى 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 يبقى معايا تاني. Un, 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 deux, 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 trois, 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 quatre, quatre. 4 5 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هناخد 5 ارقام بس النهارده. يبقى خدنا من الكلمات بونجور. يعني ايه بونجور؟ مين يفتكر معايا؟ بونجور تمام يعني صباح الخير. عندي بونسوار. بونسوار يعني ايه بونسوار؟ يعني مساء الخير تمام. خدنا الارقام 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هناخد 3 كلمات دلوقتي جديدة تانيين وهنستكفي بهذا القدر النهاردة. طب احنا خدنا بونجور وخدنا بونسوار، تعالوا نربطهم كده اكيد نقولهم لناس لاشخاص. طيب نفترض ان دول
متزوجين، وان الآنسة اللي قاعدة مع صاحبتها دي آنسة يعني ليست متزوجة. فاحنا عايزين نعرف بالفرنسي يعني ايه آنسة، يعني ايه سيدة ليست متزوجة، يعني ايه سيد، يعني ايه سيدة او امرأة متزوجة. وهنربطهم بالتحيتين اللي احنا خدناهم النهاردة اللي هما بونجور بونسوار. الآنسة اللي مش متزوجة عندنا بالفرنساوي اسمها، احنا بنقولها بس بنقولها كتير لبعض باللغة المصرية، ولكن نطقها بالفرنسية هنسمعه دلوقتي. مادموازيل، تاني مادموازيل، مادموازيل، يبقى بونجور مادموازيل. يبقى محدش يجي يقولي من هنا ورايح مازمازيل. مازمازيل دي بنقولها في اللغة العامية المصرية عندنا، لكن هي كلمة فرنسي، كلمة نطقها مات. هقولها بالراحة عشان تستوعبوها، وبعد كده نحاول نخطفها بسرعة. ماد موا زل، ماد موا زل، ماد موا زل، ماد موا زل. تاني هقولها بالراحة تاني. يبقى السيدة، قصدي الآنسة أو الإمرأة اللي ليست متزوجة بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها ماد موا زل، ماد موا زل، ماد موا زل. يبقى هنقول لها إيه؟ لو عايزين نقول لها صباح الخير بالفرنسي هنقول لها إيه؟ بونجور مادموازيل، بونجور مادموازيل. طب عايزين نقول لها مساء الخير هنقول لها إيه؟ بونسوار، بونسوار مادموازيل، بونجور مادموازيل إيمان، بونجور مادموازيل مونا، بونسوار مادموازيل حنان، بونسوار مادموازيل منال، وهكذا. طيب نيجي بقى على الاثنين المتزوجين. الرجل سواء متزوج او ليس متزوج بنقول عليه ايه؟ اما بنيجي نخاطبه بنقول عليه، احنا بالانجليش بنقول عليه مستر. طيب بالفرنسي هنقول عليه مسيو، مسيو. هننطقها تاني بالراحة. هو احنا بقينا نقولها باللهجة المصرية كتيرة بنقولها ميسيو، بيقولوها ميسيو، ميسيو غلط خالص، اسمها مسيو، مسيو، مسيو. هي مخطوفة كده على بعضها، دي مش هنعرف نجزأها. مسيو، بونجور مسيو، مساء الخير سيدي هنقولها. بونسوار مسيو، بونسوار مسيو، يبقى صباح الخير سيدي. بونجور مسيو أحمد، بونجور مسيو وليد، بونسوار مسيو زياد، بونسوار مسيو أحمد، بونجور مسيو، بونسوار مسيو، بونجور مادموازيل، بونسوار مادموازيل. طب الإمرأة المتزوجة عندنا باللغة الفرنسية احنا بنقولها باللغة العامية عندنا كل يوم، ولكن نظبط بقى تكات النطق باللغة الفرنسية. سيدة متزوجة بنقول عليها مادام، تاني مادام، اسمهاش مدام، اسمها مادام، مادام. بونجور مادام، بونجور مادام، صباح الخير سيدتي. بونسوار مدام، بونسوار مدام، مساء الخير سيدتي. بونجور مدام مونا، بونجور مدام إيمان، بونسوار مدام منال، بونسوار مدام زينة، بونجور مادموازيل، بونسوار مادموازيل، بونجور مسيو، بونسوار مسيو، بونجور مدام، بونسوار مدام. يبقى مدام، مسيو، مادموازيل، مسيو، مدام. بكده احنا خدنا النهارده سيلاب يعني المقاطع الصوتية مع الحروف فويل، الحروف المتحركة،
وخدنا في الأول الحروف الساكنة والمتحركة للاتغ كونسون للاتغ فويل الحروف الساكنة والمتحركة، وخدنا لسيلاب اللي هي المقاطع الصوتية المكونة من حرفين اتنين بس اللي هي الحروف الساكنة مع الست حروف المتحركين. خدنا الأرقام من واحد لخمسة 1 2 3 4 5. خدنا تحيتين نقدر نقولهم بونجور صباح الخير، بونسوار مساء الخير. خدنا كمان 3 أشخاص نقدر نوجه يوم الكلام، امرأة ليست متزوجة مادموازيل، سيد أو مستر اسمه مسيو، سيدة متزوجة اسمها مدام. أشكركم، يا رب نكون استفدنا، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين القادم في نفس الميعاد، ونكون اتعودنا على شوية الحاجات البسيطة اللي هدناهم. المرة الجاية برضو هناخد شوية كلمات بسيطة، وهنكمل كام رقم تاني، هنكمل الأرقام لحد 10، وهناخد مجموعة من السيلاب الجديدة المقاطع الصوتية الجديدة، بس هنخش بقى في 3 مقاطع صوتية يعني 3 حروف. تمام، السلام عليكم، كانت معاكم مدام منال معلم أول لغة فرنسية، دعواتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maintenant avec, n'oublie pas, ما تنساش. خدنا النهاردة للكونسون الحروف الساكنة مع لفويل الحروف المتحركة، وعرفنا نطق كل حرف ساكن مع كل حرف من 6 حروف المتحركين. خدنا كمان لسالوتاسيون التحيات، بونجور بونسوار. خدنا كمان مادموازيل مدام سيو. خدنا كمان للنوم الأعداد 1 2 3 4 5. بون شانس، حظ موفق.